إنني سعيد جداً، لقد فاز صديقي عبد الرحمن في المركز الأول في الرياضيات. عبد الرحمن؟ لا أتذكره، هل قابلناه في الحديقة؟ نعم، عبد الرحمن ذكي ولطيف التعامل، يلقي التحية على الجميع، شعره كثيف أسود، يستخدم الكرسي المتحرك. تذكرته، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. أنا سعيدة أيضاً لأني سأقابل بنت خالتي سارة، فهي أقرب صديقة لي. لقد قصت شعرها الأسبوع الماضي وغيرت نظارتها. سارة تحب الحيوانات الأليفة كثيراً. نعم، إنها تعامل الحيوانات بلطف ورحمة وصبر. لقد تعلمت منها كثيراً كيف أكون لطيفة مع الحيوانات. ولدي صديقة أخرى أكبر مني، تحبني وتساعدني دائماً، وهي تشبهني وأحب الحديث معها. هل تعرفها؟ إنها أمي. عما تتحدثون؟ كنا نتحدث عن أصدقائنا ونصفهم. أمي، صفي صديقة لك، وأنا وفواز سوف نخمن من هي. حسناً، من أين أبدأ؟ هي صديقة قديمة لي، وتحب الطبخ كثيراً، وتسكن بالقرب منا، وياسر يحب الكعكة التي تصنعها. أم هند! أحسنت! أنا لي صديق يحب لعب الكرة ويعيش معي في البيت، أخي فواز.